أيها الإخوة، يعني حديث لا يزيد عن أربع كلمات، أراه منهجاً عظيماً لكل مؤمن. الحديث: لا يخافن العبد إلا ذنبه. في أقوياء، في طغاة، في أمراض وبيلة، في منحرفون، أنواع المصائب لا تعد ولا تحصى، أنواع مصادر الشر لا تعد ولا تحصى، أنواع المقلقات لا تعد ولا تحصى. النبي ينصحنا ويقول: لا تخف من كل هذا، كل هذا بيد الله، خف من ذنبك. الذنب يستدعي كل هذه الشرور. لا يخافن العبد إلا ذنبه. في أقوياء، في طغاة، في ظلام، في بطاشون، في وحوش، في حشرات لدغتها قاتلة، أنواع الشر لا تعد ولا تحصى، القوى الشريرة لا تعد ولا تحصى. لا تخاف إلا ذنبك فقط. وإذا جاءت مشكلة لا ترجون إلا ربك. أقسم لكم بالله، تعد هذه الكلمات المعدودة منهج المؤمن. اجعلها في مكان بارز من بيتك: لا يخافن العبد إلا ذنبه، ولا يرجون إلا ربه. طبق هذه الحكمة وهذه المقولة وهذا النص واسعد به. لا تخف من أي جهة، خف أن تقع في ذنب يستدعي أن يصل إليك المؤذي. يعني بالضبط، أنت أمام وحوش، وحوش مخيفة لا ترحم، مفترسة، لكنها مربوطة بأزمة بيد جهة رحيمة حكيمة عادلة. علاقتك ليست مع الوحوش، ولكن مع من يملك هذه الوحوش. فإذا أرضيته أبعدها عنك، وإذا أخطأت بحق عباده سمح لواحدة منها أن تصل إليك. الوحوش، الطغاة، عصي بيد الله، عصي بيد الله. فالذي يضرب بعصاه هل يحقد على العصا أم على الضارب؟ إن حقد على العصا فهو أحمق. هؤلاء يتحركون بأمر الله. علاقتك مع ربك فقط، والشيء الذي يستدعي المصيبة ذنبك. لا يخافن العبد إلا ذنبه، ولا يرجون إلا ربه. عند المشكلة تعلق بالله وحده. أنت الشافي يا رب، أنت الناصر، أنت المغني، أنت المعز فقط. وقبل المصيبة خف من ذنبك. لا يخافن العبد إلا ذنبه، ولا يرجون إلا ربه.